لهذا الفترة الصباحية وهذا اليوم الظهور الأول لهجني أصحابي السمو الشيوخ الذي يعلن مع هذه البداية وهذه التحديات وهذه الانطلاقات اندفاع جديد تحمله رياضة الأصالة والتاريخ، رياضة الهجن العربية الأصيلة. في هذا اليوم حيث ظهور الكبار وظهور هذه النخب المتميزة من الهجن العربية الأصيلة هنا وأقواها أصالة ونسبا، نتواصل في هذه الفترة الصباحية حيث نتشرف مشاهدينا متابعينا الكرام بحضوري وتشريفي ومتابعة سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي حفظه الله، لتبدأ على إثر هذا الحضور، لتبدأ على إثر هذا التشريف انطلاقاتنا هنا في هذا الميدان تحفة ميادين السباقات، متابعة تجسد الاهتمام الكبير بهذه الرياضة العربية الأصيلة، تجسد التنفيذ للتوجيهات الكريمة والسامية للقيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة بالاهتمام الكبير بهذه الرياضة العربية الأصيلة. إذن هنا لحظات تشريف البداية الأولى وتشريف هذا الرجل راعي هذا المهرجان، ومؤكدا في كل عام بأن المهرجان يسير من أفضل إلى أفضل ما دام يحظى بكل الرعاية الكريمة بكل الاهتمام الكبير هنا في هذا المكان تحفة ميادين السباقات. إذا ننتظر مع هذه البداية انطلاقة أول أشواط هذا الصباح والذي سيحمل منافسات هجن أصحاب السمو الشيوخ، حيث يتضمن هذا الصباح 16 شوطا من خلال المنافسة لمسافة 5 كيلومترات. اصطفة الهجن هنا تبدأ بداية الرحلة الأولى، بداية الانطلاقة الأولى، بداية الإشارة الأولى لاندفاع هذه الرياضة العربية الأصيلة وهذه الانطلاقات وهذه التحديات. وبسم الله وعلى بركة الله تعلن مشاهدينا متابعينا الكرام انطلاقة أول الأشواط التي تبدأ هنا لمنافسات هجن أصحاب السمو الشيوخ من سن اللقاية في هذا اليوم الذي تبدأ بمنافساتهم في هذا المهرجان الختامي الكبير المرموم 2015، حيث يجسد هنا التواجد لهذه الإمبراطوريات العملاقة وهذه الشعارات المتميزة الداعمة لهذه التحديات في أول مشاركة والتقاء هنا في أرضية هذا الميدان. نرحب بالجميع، ننطلق مع مشاهدينا الأعزاء متابعي قناة دبي ريسنج الناقلة لهذه الانطلاقة الصباحية، وكذلك أيضا نرحب بمشاهدينا الأعزاء والقنوات الرياضية التي تنقل أحداث هذا المهرجان، بمشاهدي قناة ياس الفضائية وقناة الدوري والكاس وقناة البدع وقناة الريان، كلها قنوات حرصت على المتابعة الإعلامية لهذه البداية الأولى. ونحن ننطلق مع أول التحديات بعد أن مر أول كيلومتر يحمل هذه البداية الأولى. أذهب إلى المقدمة أتابع الصدارة، أذهب إلى القادمة بهذه القوة وهي مستوى لهجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن غدير، بينما المركز الثاني ظهور في المركز الثاني لانطلاقة انتظار ملوهيبي، وهنا على المركز الثالث حيث العفريت أيضا لهجن الشحانية وسالم بن فاران المري يقدم هذه البداية. المركز الرابع مباشرة إلى مزنه لهجن الرئاسة وعيسى بن أحمد بن مطر بن مايد الخيلي، بينما المركز الخامس نواصل وجود سكوت
مع هجن الشحانية ومحمد بن خالد العطية. هذه الأسماء الأولى التي تبدأ بها انطلاقاتنا مشاهدينا متابعينا الكرام في أشواط هذا الختام، في أشواط التحديات والإثارة، والأسماء القادمة التي تحمل هذه البدايات تؤكد أننا على مستوى عالي وأداء متميز ستشهده المنافسات في انطلاقات هذه الرياضة مع المرموم 2015. إذن عودة إلى المستوى وأدائها بهذا المستوى الطيب المتميز، مستوى مع شعار هجن العاصفة والواثق حمد بن راشد بن غدير ينطلق هنا ويبدأ بمستوى، وكل التوفيق أيضا للقادمين للمشاركة، حيث التنافس بين هذه العمالقة الكبار. المركز الثاني، وجود المركز الثاني والعفريت على المركز الثاني لهجن الشحانية وسالم بن فاران المري ذهبي المضمرين يواصل الظهور، وهنا سكوت، وهي في مرحلة السكوت الأولى حيث ستبدأ بالحديث بعد لحظات. هنا سكوت لهجن الشحانية والمشاغب محمد بن خالد العطية يعود مع المنافسة بالإثارة. المركز الرابع، تتدخل هنا ضبع المركز الرابع مع هجن الرئاسة، وهناك البارع عيسى بن أحمد بن مطر بن مايد الخيلي في تقديم هذه الضبة، وعلى المركز الخامس حصايل على المركز الخامس هجن العاصفة والواثق حمد بن راشد بن غدير. هذه أسماؤنا الأولى مشاهدينا الكرام، نداؤنا بعد أن وصلنا إلى 2 كيلو الفاصلة والخاتمة مع انطلاقة هذا الشوط، حيث أداء يتميز في هذه اللحظات بالكل ينتظر والكل يراقب. هنا هي الإشارة الأولى للمستوى المتوقع، للأداء المتوقع، لهنا الرقص المتوقع لهذه الفئات، حيث هنا ستبدأ مرآة الفترة المسائية تظهر للجميع. عودة إلى المقدمة، إلى بداية هذا الشوط، حيث مستوى هجن العاصفة مع الواثق حمد بن راشد بن غدير التي لا زالت على مستوى متميز تقود المركز الأول، تتواجد هنا على قمة هذه البداية، بينما الذهبي في محاولات العفريت لهجن الشحانية وسالم بن فاران المري، حيث أصبح مع لحظات البداية هنا المنافس الأقوى لهذا الشوط وتحدياته وانطلاقاته. نقترب من اللوحة التي يعرفها الجميع، والمركز الثالث حصايل لهجن العاصفة مع حمد بن راشد بن غدير، وعلى المركز الرابع تظهر مستحيلة لهجن العاصفة مع حمد بن راشد بن غدير، والمركز الخامس وجود اهتمام لهجن الشحانية. هذه هي المنافسة، وهنا نذكر 1200 انطلق الشوط، انطلق الكل، بدأت التحركات، انطلقت هنا قافلة المنافسة تحمل هذه البداية والتحديات. الله 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 الله، مستوى لا زالت على المركز الأول مع الدخول للكيلو متر الأخير، وهناك الهجوم الذي يتابعه، ومستوى تحافظ على مستوى الأداء، على مستوى التحدي، على مستوى المنافسة، تنطلق إلى الصدارة، تنطلق مع المركز الأول، تؤكد أنها متواجدة في قمة البداية الأولى. مستوى، وهي مستوى عالي، مستوى رائع، مستوى متميز. هجن العاصفة يا سلام مع حمد بن راشد بن غدير تتصدر أول التحديات. هنا المركز الثاني يتابع اهتمام في المركز الثاني هجن الشحانية، وأيضا العملاق سلطان بن محمد الأوهيبي، والمركز الثالث يا سلام يا سلام حصايل لهجن العاصفة وحمد بن راشد بن غدير أيضا في تقديمها للمركز الثاني، ثلاثية مع هذه اللحظة وهذا الانطلاق وهذا التأكيد. والواثق واثق من المستوى، واثق من الأداء، واثق من هذه اللحظات، من التحديات، من المسار الذي يحمل هذه البداية. صباحكم فل يا عاصفة، صباحكم فل يا عاصفة،
هذه الإمبراطورية المتميزة التي تنطلق هنا مؤكدة أنها تبدأ بداية متميزة في هذا الصباح. المركز الثاني لا تزال حصائل لهجن العاصفة حمد بن راشد بن غدير، ولكن هنا التهاني من خلال هذه البداية، تهانينا والناموس لهجن العاصفة ومالكها سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم على فوز مستوى بالمركز الأول وحصائل في المركز الثاني، بينما المركز الثالث اهتمام لهجن الشحانية، والمركز الرابع العفريت لهجن الشحانية، والمركز الخامس مستحيلة لهجن الشحانية. هذه الأسماء. إذن هنا من خلال هذه البداية الأولى، شوف هذه البداية تحمل أول انطلاقات هذا الصباح، تؤكد أن الاستعداد قوي هنا في هذا المكان لهذا الختام. 7:36 جزءا واحدا من الثانية هو التوقيت الزمني. تهانينا لهجن العاصفة وتهانينا لحمد بن راشد بن غدير، بينما المركز الثاني كان وجود المركز الثاني حصائل اللي وصلت في المركز الثاني وأكدت أنها بالفعل مؤكدة. 7:36 ثلاثة من الأجزاء من الثواني، تهانينا والناموس لهجن العاصفة، والمركز الثالث كان من نصيب اهتمام، تهانينا والناموس لهجن الشحانية، تهانينا سلطان بن محمد الوهيبي. 7:36 سبعة من الأجزاء من الثانية، تهانينا والناموس. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدين الأعزاء في كل مكان، أسعد الله صباحكم جميعا بكل خير. نحييكم أجمل تحية، نرحب بكم في هذا المهرجان الختامي الكبير، ختامي المرموم 2015 وأرضية تحفة ميادين السباق، والتي تحتضن شعارات أصحاب السمو شيوخ